لك شوية أخبار ممكن يشرح. هو عم نلعب ماينكرافت شب يوم شوية حنلعب ماينكرافت شب اليوم اللي حنستكشف المعبد اللي كنا قدامه اول يعني ما صرنا نرسبون، فاليوم حنروح عليه. مش نشغل ديفيكولتي شنو شكل الفرن شوف هول شو ما عايزين طول طول رجع كل شيء كان اوكي. اسمع الخوذة وبعدين اثنين نخليهم بعدين نشوف نعبوت شو شي مرة ما في. طيب نجي هون اصبر نطبخ نحط الدجاجة اوكي خليه فوق فحم شو بعد محتاجين بعد فحم الشجرة بعدنا ما نجي هلا رح نستعمل خولي ونرجع بعد ما نستعمل حتى نجيب شموع ونروح هيداك الدبل. دون خروف شو تمام ثم وكلهم من فحمة الثلاجة ترى أنا محتاجهم يعني نحط نصنع شموع وشو نحط شموع حتى نشم درجات كبعد بعد أسبوع اللي بتكفي. أوكي خلاص ما كان مفرح ما يكفينا ليك ودي يا ليك ودي تروح ودي شب ليش كانت بتحكي عن البيت؟ ولا حق قسما بالله إذا فلت على الباب فلت على الحباب حباب وبيجي لها فيه قسم مش عليك كلمة بدي فوت بدي اتعذب عذاب الدنيا لحتى يلبس البكشي على الباب كان شو شيء شو شو هون أول مرة مجال السكيل ياكل جيش بدي أقوم بالله بدي أنزل ساعة لحتى ألبس المكاية لحتى أفوت على الحمام نزل هون قسما بالله بتركي على الباب وبتتحابي وبجي لها الحابة يا حلمتيني يا مين
مقطوع بالارض اللي كربت اللي حطيه كله نرجع هون. اوكي شبنا احنا سرفايفل نرجع النص. ليش صاروا بيدك هذا؟ اللي هلا معه لي ساعة. ليش صاروا معك؟ شايف سبعة جولد. إميرالد. جولد بعض في جولد جولد جولد. نحن زومبي جولد. أيرون. شوف أقل كثير. دايمونتين. شوف هيدا أسوأ واحد. أسوأ تمبل نزلت عليها. شو حنطلع؟ شو شفتو؟ يلي شو قررت تعملي أكل؟ شيلهم من عند الجنادي. خلنا. تبغى خنزير بقرة موتي بقرة الله شو تبين كان مالي التانية انت
لكن بلا هو هون. شو هم صار يمكن عايز كمايلة أهويك. شوف أنا بس ناطر حتى يجي شيء تحت الأندر بال لحتى وقتها نصير نقدر نروح الآن. خلص الفرن فينا نعمل كل شيء مع الفلوس. خروف خروف سقوط سقوط يا خروف. شوي شوف حق في حلقة نما يعني تعرفوا كلكم حيجي بحلقة بنسمع فيها مزرعة وهيك I'm going to